بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين ومبتدين إن شاء الله بإذن الله في الإبسود ده في سيريز من الإبسودز الخاصة بالسيتنجز. هنبدأ الإبسود ده يا جماعة بالجنرال. إيه طيب البانل اللي اسمه سيتنجز ده فيه إيه؟ في جنرال ورايتنج وريدنج ودسكشن وميديا وبيرمالينكس. في تقريبا الست حاجات دول. هنبدأ أو حلقة اليوم بجنرال تمام، ودي خاصة بالإعدادات العامة. طبعا أنت عارف إن الأدمنستريتورز أون ليهم اليوم الأبيليتي إن هم الرول إن هم يمنتجوا على الكلام الفاضي ده. طيب النقطة الأولانية السايت تايتل ده عنوان الموقع، الجانب الثاني التاج لاين ده اللي بيظهر تحت الموقع وانت عارف ان ده بيكون موجود في الابيرنس. طيب ووردبريس ادرس ده بالنسبه للدومين والسايت يو ار ال ده الفرق يعني الاثنين تقريبا في الغالب بيكونوا واحد لو انت غير لو انت كنت ايه مغير في الدايركتوري، يعني ما تشغل بالك بالنقطتين دول، يعني ده النقطتين دول تبع الويب هوست اقصد. طيب الجانب اللي جاي كان خاص بالايميل ادرس ده اللي النوتيفيكيشن، يعني اي حاجه هتحصل هيوصل للميل ده نوتيفيكيشن، يعني مثلا حد من اليوزر غير الباسورد الحاجه برنس ده في حد من اليوزر غير الباسورد وهكذا. الجانب جاي من الممبر شيب. بص بقى شايف كلمه ممبر شيب دي؟ لا بص لها كويس. ممبر شيب لا معلش بص لها كويس تاني تمام كده، وبص على دي وهي دي يعني افتكر ان احنا وقفنا عندها. انا مش عارف افكرك بيها ازاي بس القصد يعني ان دي نقطة مهمة ومهمة جدا وجدا جدا 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 خمسة ستة سبعة خد بالك ان انا قلناها سبع مرات. anyone can register لو انت عايز تحول الويب سايت بتاعك لكوميونيتي وناس ممكن تعمل ريجستريشن عليه، وده واحدة من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله بإذن الله راح نبني عليها في مشروع التخرج. keep فوكس كيب تراكنج ركز بالله عليك. الجانب اللي جاي كان خاص بالنيو يوزر ديفولت رول، اي يوزر هيبتدي من ريجستريشن لو انت نشاط الريجستر تمام كده، ويعني انا مش عايز احكي كتير في موضوع الريجستر وازاي واللوجن لا ده انا ايه هنخليها كده بشكل بسيط وسيمبل لما نعمل ديزايننج او ايه كرييتنج لمشروع التخرج. هناخدها كده سنه تمام. لما حد يجي يعمل ريجستريشن دوره بيكون ايه؟ سبسكرايبر ولا انت عايز ادمنستريتور ولا انت عايز ايه؟ في الديفولت بيكون سبسكرايبر، انت ممكن تخليه اي حاجه تاني يعني تمام، او اللي هو الشخص اللي راح يعمل ريجستريشن. اول ما يعمل ريجستريشن الدور بتاعه بعد ما خلص تسجيل يعمل ايه؟ يقدر يشوف يعدل يمنتج ايه انت عايز ايه يعني كده. طيب سايت لانجوج دي اللغه. طيب كلك نظر يا سيدي، خلينا مثلا لو خليناها اللغه العربيه ورحنا عاملين سيف تشينجز هتلاقي اني اني خد بالك اني اللغه دي في السيتنجز خاصه بايه. طيب هي هتظهر ان شاء الله باذن الله، يعني هي بتحمل وانت هتشوف الفرق دلوقتي. يعني انا عندي تقريبا اكتر من نقطه في الجانب ده. ايوان الانترفيس طيب انت شايف ان البانل كلها اتحولت لعربي، يعني مظهر ورئيسيه واضافات والكلام ده. طبعا انا مش هعرف حاجه فهرجع انجليزي تاني، بس القصد باني ادي دي لغه الموقع، دي لغه الواجهه يا جماعه. ها الباك اند اللغه بتاعت الباك اند اللي احنا شغالين فيها دي. طيب التايم زون الزمان التايم فور ديت فورمات الصيغه والتايم فورمات دول مهمين ليه؟ علشان البيرمالينكس تمام، ان يعني بتبني عليهم بيرمالينكس يعني بشكل افتراضي يعني، بس انت لو انت عايز تغيرهم غيرهم ما في مشكله رايت. الاسبوع بيبتدي من يوم مثلا السبت المفروض ساتردي علشان الكالندر والاجنده والتقويم والحاجات دي. ده بالنسبه للبانر الخاص بالجنرال. مكملين الابيسود اللي جاي ان شاء الله باذن الله مع الرايتنج. ما تنسونا من صالح الدعاء وافتكر كويس ممبر شيب اني وان كان ريجستر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. Oh.